بلو أمبريلا شركة عسكرية. إي سامعك كنت مستغرب شلون شركة عسكرية وهي شركة أدوية مثل أمبريلا القديمة. هذا اللي بنعرفه في فيديو اليوم، معلومات كثيرة وعميقة عن منظمة أو شركة داهية ما يستهان فيها، وويسكر هو تقريبا السبب في تأسيسها. بدون مقدمات إضافية يلا نبدأ. السلام عليكم. شركة بلو أمبريلا أو أمبريلا الزرقاء وهي شركة ترى مو منظمة، والفرق بينهم أن المنظمة تكون أكبر تحتها مجموعة شركات مثل أمبريلا ما غيرها، أما الشركة فهي تقريبا مؤسسة وحيدة ما يكون تحتها شيء. تعرفون شلون؟ لا 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 لا، ما يصير أشرح شيء مبني على أمور كثيرة سابقا، يعني في أمور لازم أشرحها لكم أول شيء عشان نبدأ في شرح بلو أمبريلا. الله يسلمكم، لما أمبريلا القديمة ما غيرها طاحت في 2003 واسهمها انتهت وطاحت بالحضيض، خلاص ما حد صار يتداول فيها، ورئيسها سبنسر مختفي وأغلب الموظفين يا مسجونين أو هربانين أو مستقيلين. وفي 2004 بقرار من الحكومة تم حل الشركة رسميا، يعني خلاص ما في أمبريلا. طبعا سبنسر وأكثر من شخص مثل حبيبه سيرجي فلاديمير يشتغلون في أفرع ثانية بالدس على أمل أنهم يرجعون بشكل قوي، لكن على الورق أمبريلا انتهت. شفتوا ألبرت ويسكر؟ ليه له علاقة في هالشركة؟ حلو، كل اللي سواه ويسكر من بدايته إلى نهايته في 1998 اللي هي السنة اللي كانوا يعتقدون أنه مات فيها، كل حرف كتبه كتقارير وكل عينة وصلت له وكل شخص أعطاه معلومات، كل هذول يوصلوا لمجموعة من موظفي أمبريلا القديمة اللي كان هدفها التكفير عن البلاوي اللي صارت في أمبريلا القديمة. أوكي؟ هالموظفين إيش قالوا؟ بمعناه يا شباب عشان تكون الصورة واضحة، المعلومات مثبتة وصحيحة بس بقولها بالعامية عشان توصلكم بشكل أسهل إن شاء الله. الموظفين قالوا يا ناس أنتوا ظلمتوا أمبريلا القديمة. ليه؟ لأن للأسف كم واحد فيها مثل سبنسر وويسكر وويليام بيركن انحرفوا عن أهداف المنظمة وعملوا تجارب خارجة عن الهدف الرئيسي لأمبريلا القديمة. صدقونا أغلب الموظفين كانوا يشتغلون عشان ينتجون أدوية مفيدة لكم، والدليل أن فعلا في أدوية ممتازة طلعت لكم منها علاج الشيخوخة والقضاء على السرطان، لكن مجموعة من الحثالة هم اللي خربوا على الكل. ولهالسبب راح نجتمع احنا الموظفين المحترمين ونعيد بناء هالمنظمة. احنا نشوف ان كلمة أمبريلا نقية وما راح نخلي حفنة، حلوة حفنها استاهل لك على هالكلمة، المهم قالوا ما راح نخلي حفنة تأثر على نقاء هالمنظمة. والله عجبتني هالكلمة حفنة. المهم الحين نرجع لشرح الشركة ونبدأها بالمصيبة ان ألبرت ويسكر طلع هو اللي مسرب بياناته لهذول الناس عمدا، ومستغل نيتهم الصافية في انه يوصل للي يبيه، ان ويسكر يكون تقريبا سبنسر الجديد، واستغل طيبة قلبهم وقال خل العب عليهم. ويسكر كان يوصل لهم كل شيء يبونه على طبق من ذهب، لكن ما كانوا يدرون ان المستندات وكل شيء تم تسريبه عمدا من ألبرت ويسكر. ويسكر ارسل شريك للأسف مو معروف منه يمثل ويسكر بالخفة، وهالشريك داش معاهم على جوهم انهم يبون يصلحون كل شيء ومن هالكلام، فساعدهم ودق الصدر وقال كل التكاليف اللي تحتاجونها عندي بس بصير شريك مؤسس معاكم. وهني الشريك الجديد اللي يعتبر عميل لويسكر عمل طلب التماس من المحكمة، وهني يعني ان يا محكمة احنا ناس جدد نحتاج منكم انكم تعطونا كل اصول أمبريلا القديمة لان عندنا خطط مفيدة للبشرية. طبعا الموضوع اخذ وقت طويل في المحاكم، لكن الواضح ان الاثباتات اللي قدموها الموظفين السابقين مع ويسكر من خلال عملية قوية جدا اقنعت المحكمة وحولت الموضوع لقسم خاص اسمه الفصل 11. يعني المحكمة ما وافقت حتى الان بس عندها نية للموافقة بسبب الادلة الثبوتية اللي تثبت نيتهم الصافية. هالقسم هو المسؤول عن تحليل كل شيء وبعدين يسوون تقرير يرفعونه للقاضي عشان يحكم فيها. والحين خلنا نتكلم عن المستندات اللي قدموها الموظفين الزينين مع عميل ويسكر، وهي ان اول شيء نحتاج معامل أمبريلا عشان نحلل كل الفيروسات والوحوش البيولوجية في معاملهم، لان الكل عارف ان معامل أمبريلا ولا غلطة يا حبيبي، مجهزة باحدث الاجهزة على قولتهم، شغل والعب على طول.
ورقم 2 أن التركيز الأكبر هو من الناحية العسكرية بالتعاون مع الجيش الأمريكي، راح نأسس جيش داخلي يهتم في محاربة والخوض والقضاء على الأسلحة البيولوجية ومؤسسينها والإرهابيين اللي يتعاملون في الوحوش البيولوجية، يعني جيش عادي مثل كل جيوش العالم، لكن هالجنود بيكون عندهم خلفية كبيرة بالفيروسات ويكونون دارسين عدل عن الأسلحة البيولوجية. وبعد فترة تدقيق طويلة وافق القسم المسؤول وأعلنت المحكمة عن موافقتها أنهم يعطون كل شيء تملكها أمبريلا القديمة إلى منظمة جديدة اسمها بلو أمبريلا. العالم انجنوا من هالنتيجة ومن هالحكم الغريب اللي طلع من المحكمة. هاجموا الناس والصحافة الشركة والحكومة الأمريكية، لكن بلو أمبريلا تدخلت على نسقها هادي جدا بالإقناع والإعلان يوم عن يوم عن يوم آخر خططها، وإنها بالعلن تكشف كل شيء عن الإرهابيين ومقاتلتهم. كان تركيز بلو أمبريلا الإثبات للكل إنها هي الحدث المهم من خلال تخيلوا يا شباب إن أي مشكلة بيولوجية تصير في العالم كله خلال 24 ساعة فقط تلقاهم هناك بكامل معداتهم يحققون فيه، وهذا مستحيل ترى لو فكرت فيها في الواقع. ولا بعد، أي شيء قبل لا تسويه تقوله لمنظمة الأمم المتحدة، وهذا اللي مع الوقت أعطاهم ثقة الناس والصحافة والأمم المتحدة نفسها. كانت تشتغل بالعلن وما عندها شيء تخفيه، وهالشيء أخذ وقت طويل طبعا، مو في يوم وليلة، وشوي شوي الكل بدأ يحبها فعلا. وهني الأمم المتحدة قالت خلاص فعلا أنتوا شركة محترمة، وراح ندعمكم بشكل أقوى بالجيش وكل الموارد العسكرية دون استثناء. ومن 2004 إلى 2009 عميل ويسكر قاعد يشتغل على نار هادية طبعا معاه عشان يكسب ثقة العالم، وبعدها ويسكر ينفذ خطة اللي تمناها من زمان، وهو تقريبا أنه يكون نفس سبنسر اللي بيحتل العالم كل الحالة. لكن الصدمة هي وفاة ويسكر بعد ما قتله كريس ريدفيلد العود، وهذا سوى خلل كبير في توازن بلو أمبريلا اللي خلت عميل ويسكر اللي هو المفروض شريك ويحضر اجتماعات الإدارة اللي خاصة في بلو أمبريلا يختفي فورا، وكأنه يقول حبيبي ويسكر مات، أنا مالي قاعد هني. أعضاء مجلس إدارة محتارين من اختفاء الرئيس، لكن الصدمة اكتشفوا أن شريكهم طلع عميل لويسكر ولقوا في مكتبه الخاصة ترسانة من الأدوات والأبحاث والعينات الخاصة في ألبرت ويسكر، وضموها في مجموعتهم في المعامل. الأبحاث اللي كانت عند ويسكر ساعدت الباحثين بشكل كبير، غيرت موازين الأبحاث عندهم بحيث أن شركة بلو أمبريلا كونت قاعدة بيانات أعمق وأكثر ساعدتهم في تثبيت حب الحكومة والناس، يعني وصلوا لمرحلة يعرفون تقريبا عن كل الأسلحة البيولوجية وكل الفيروسات وشلون يواجهونها ويقضون عليها بعد. لكن بسبب وفاة ويسكر وهروب عميلة، منو راح يمسك الإدارة؟ تتوقعون الموظفين الزينين اللي كانوا ناويين الخير؟ لا يا حبيبي، شفتوا ويسكر لما كان في الشركة المنافسة كان عنده موظفين تحته بشكل مباشر، يعني يشتغلون عنده. هذول اللي بطريقة مو معروفة مسكوا الإدارة في بلو أمبريلا. للأسف هذه الأمور مبهمة، مو مذكور نهائيا شلون وصلوا لكرسي الرئاسة. بس خل أقول لكم تحليل وهو مثال، طبعا يعني من كيسي، بس عشان بوصل لك الفكرة تخيليا شلون مسكوا الإدارة. إنه مثلا لما مات ويسكر والعميل اختفى اللي كان ماسك الشركة، جو هذول اللي كانوا يشتغلون تحت ويسكر واقنعوا مجلس إدارة أن تم تكليفهم في مهمة إدارة بلو أمبريلا. مجلس إدارة وافق بناء على مثلا مستندات قدموها معتمدة وما إلى ذلك، خلتهم يقتنعون فعلا أنهم يستحقون هذا المنصب. وما دام طبعا الناس كانوا في الشركة المنافسة دخلوا بالخط، يعني البلاوي بدت. وأول شيء سووه أنشأوا فرع سري داخل بلو أمبريلا ما حد يعرفه، وهالفرع مخصص لإنتاج وتطوير أسلحة بيولوجية نفس سياسة أمبريلا مالت سبنسر. وهناك سووا فرقة شبه عسكرية اسمها الفيلق الجامع أو أمبريلا كوربس، اللي في لعبة الأونلاين اللي بعثنا اللي ما حد درى عنها. بس لحظة، هذه كانون؟ إيه كانون، وكل المهام اللي تسويها مع إنها أونلاين وجماعية إلا هنا تدخل في نظام القصة الحقيقي. مفاجأة صح؟ أتوقع رسميا الآن كل اللي بتسمعه جديد عليك، خصوصا إذا كنت تعشق السابع والثامن.
الفيلق الجامع أو أمبريلا كوربس بالأساس مو قانونيين لأن ما حد يدري عنهم. هذول مهمتهم إن كانوا يرسلونهم لكل مناطق الحظر الصحي في كل العالم. يعني خلنا نفترض يا شباب إن أحداث الراكون صارت الآن، المدينة كانوا مسكرينها صح؟ هني يجي دورهم يدخلون هالمكان عشان يسرقون ويجمعون كل البيانات اللي موجودة في هالمكان، ولا بعد إذا القسم السري في بلو أمبريلا عملوا سلاح بيولوجي جديد، فرقة الفيلق الجامع وهو يسرق البيانات يقط له كم سلاح بيولوجي هناك ضد الناس عشان يجربونهم ويجمعون نتائجهم النهائية. والحين وقف 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 شوي، شوف الخبث والحقد، شوف الخبث والحقد. هذول الشعارين نفس الشيء بس واحد فيهم أبيض وأزرق، اللي كنا عرفناه وهو فرقة الجيش الخاصة في بلو أمبريلا صح؟ إنزين في واحد ثاني طبق الأصل بس لونه أبيض وأحمر، ليه؟ هذا شعار القسم السري اللي هو الفيلق الجامع. الواضح أن الموضوع صار عناد بيرجعون شعار القديم مال أمبريلا، خبث خبث فعلا خبث. المهم في 2011 الفرقة السرية أنجزت العديد من المشاريع، منها مهمة اسمها التجارب The Experiment، وهي سلسلة من الاختبارات القتالية لجنودها في أماكن مصنعة عمدا لاعتماد أفضل الجنود. والجنود اللي في هالفرقة يأخذون فلوس ما تخلص كرواتب، لكن اختبارات كانت صعبة ومميتة. يعني نعطيك راتب خيالي بس لازم نجربك عدل ونشوف إذا قدها أو لا. لهالسبب كانوا يروحون لأماكن تخرع فيها أسلحة بيولوجية وبلاقة بعد. هالأماكن هذه نوعين، نوع يكون انتشرت الأسلحة البيولوجية بشكل عرضي يعني صدفة، يعني صار فعلا انتشار وحوش وزومبي في مكان معين مثل اللي صار في مدينة الراكون. والنوع الثاني بلو أمبريلا مسويتها وحاطة فيها وحوش عشان تجربة الفرقة فيهم. الأماكن اللي سوتهم القسم السري في بلو أمبريلا شنو؟ أوبا اصدمني، نسخ طبق الأصل من مدينة الراكون، معامل أمبريلا تحت الأرض، قرية لابويرتو اللي في الجزء الرابع، والقطب الجنوبي اللي في كود فيرونيكا، قصر سبنسر، ومنطقة انديبايا القرية اللي بالجزء الخامس، والكثير من الأماكن الثانية. هني كانت تقول بلو أمبريلا الموظفيها وقت الاختبار إن كل واحد يدبر أموره لما يدخل هناك، واحتمال يموتون ولا يتوقعون أي مساعدة. إذا أنت قدها اطلع من المكان. وسوالف لا أنا بينسحب بنص اختبار، لا خلاص ما بي. انسى يا حبيبي. الرئيس الفعلي لمنظمة بلو أمبريلا في هالوقت ما حد يعرفه غير إنه بالسر كان أحد الموظفين عند ويسكر، بس الكل يهابه ويخاف منه لدرجة إنه ما حد يبي يعرف عنه شيء. تخيل أي موظف في بلو أمبريلا إذا قلت له منو الرئيس يقول ما أدري وما بيعرف منو ولا تكلمني انقلع فكني من شرك الله يرحم والديك. أوف، لهالدرجة الكل كان يخاف منه. إنزين خلاصة المهمة اللي اسمها التجارب هي أن الرئيس التنفيذي يبي يجهز النخبة من الجنود اللي تقريبا، وهالمثال من عندي طبعا، يبيهم كلهم نفس هانك بالضبط عشان بعدين يبدأ بخططه الجهنمية باحتلال العالم. عنده وحوش بيولوجية متطورة، وتخيلوا عنده جنود مثلا كلهم نفس هانك، فعلا ما حد راح يقدر عليه. الحين صارت 2017 وهني أمبريلا الزرقاء صارت أبو وجهين، الوجه الجميل اللي كسب حب الشعب والحكومة اللي ما شاء الله يمسك كل البيانات والفيروسات والأسلحة البيولوجية عشان يدرسها ويدور نقاط ضعفها عشان يقضي عليهم، وهم عندهم جنود محترمين همهم البحث عن السلام للعالم. أما الوجه الثاني الخبيث بالقسم السري اللي قاعد حرفيا يسوي مثل ما كانت تسوي أمبريلا القديمة بقيادة سبنسر. وفي يوم من الأيام صحفي ياباني وافقت بلو أمبريلا أنه يزورها ويعمل مقابلة مع المسؤول عن تطوير أسلحة المنظمة، فاستغرب من سلاح فيه اسم غريب جدا ومزعج. سأل الصحفي المسؤول قال له صبر، أنتوا عندكم أسلحة رهيبة ما شاء الله مثل مطرقة ثور والكثير، لكن السلاح هذا ليه سميتوه على اسم واحد غثيث خبيث اسمه ألبرت ويسكر؟ غريبة بصراحة. فقال اها انت تقصد الاسلحة المختلفة اللي اسمها تبدأ في ألبرت، ولا شيء بس كذي بدون سبب قلنا مدام اهم البيانات اخذناها من ألبرت ويسكر لما مات طبعا قلنا نسميها ألبرت عشان القوة فقط لا غير.
طبعا جواب المسؤول تسليك رسمي، لكن فعلي هو تخليد لألبرت ويسكر، لأن تقريبا الإدارة القديمة والجديدة لبلو أمبريلا كانت تحب ألبرت ويسكر وتقدرها بشكل كبير. الحين خلكم من القسم السري السيء لبلو أمبريلا وخلنا نروح للقسم الحبيب الطيب. بسم الله عليه. هالقسم كان يتابع منظمة جديدة اسمها The Connection ويراقبهم بقوة، اللي انصدموا لما عرفوا انهم يكتشفوا كائنات خارقة فطرية اسمها ميتاميست، وانهم بدوا يطورون سلاح بيولوجي بشري من الميتاميست اللي لقبوه بعدين بلقب عرفي وهو المولد. عرفي يعني اعطوه اسم اسهل من الاسم العلمي، بدل لا تقول ميتاميست وما لذلك تقول العفن اسرع. وطبعا العفن هو الترجمة العربية لكلمة مولد بالانجليزي. هالمشروع سموه The Connection بعدين باسم إيفلين، وطبعا كنا عرفنا ايش صار بإيفلين والسفينة وشلون وصلت لضاحية لويزيانا عند بيت بيكر. هناك تتبعوها وعرفوا انها موجودة، فقالت بلو أمبريلا الزينة طبعا مو الشريرة انهم يحتاجون ناس متخصصين في الأسلحة البيولوجية الميدانية، يعني يبون واحد عاش حياته كلها بالميدان يقاتل الوحوش البيولوجية. وهني جاهم منه طبعا العود كريس ريدفيلد اللي عينوه كمستشار فقط لهالمهمة، وايضا قائد للفرقة اللي راح تقود عملية سموها الخوف. عملية الخوف كانت متابعة واحد اسمه لوكاس يعتبر جاسوس The Connection، وأيضا يقضون على السلاح البيولوجي إيفلين تماما. ما راح اتطرق على أي شيء عن عائلة بيكر وإيفلين وأيضا لوكاس، لأنه لا راح يكون لهم فيديوهات مستقلة تماما إن شاء الله في القريب العاجل. المهم كريس قبل لا يبدأ مع بلو أمبريلا بسبب توصية إدارة PSAA راح هناك، بس كان شاك في هالمنظمة وقال يا أخي اسم أمبريلا الحالة مزعج، وأنا أصلا أشك في نواياهم. وقال شكلهم يبون يجندون لوكاس عندهم بدل لا يقضون عليه. طبعا بسبب تاريخ كريس المزعج مع الأسلحة البيولوجية جاء له الاعتقاد هذا. المهم كريس قلبه نغزة بقوة، بس يسوي الرجال شركة قدام العالم متغيرة 100% ولا غلطة. وبنفس الوقت إدارة PSAA قالت له يا ولد كريس ايش فيك، انت راح تتعاون مع شركة عشان تقضون على أسلحة بيولوجية، وين الشك هني؟ بالعكس الأمور حال العال، اتوكل على الله يا كريس. طبعا كريس بدأ المغامرات اللي راح يكون لها شرح تفصيل إن شاء الله لاحقا عنه، وقدر يقضي بالنهاية على لوكاس وإيفلين، وساعد أيضا إيثان ومية وأخذ كل البيانات المهمة اللي لقاها هناك. جهزت بعدين فرقة بلو أمبريلا للمكان وحطوا معداتهم لمزيد من الأبحاث، وقدروا يطورون لقاح يساعد الناس اللي فيهم نوع معين من العفن، مو كله، نوع من أنواع الميتاميست طبعا، وقدروا ينقذون زوي بنت جاك بيكر، وهم أخذوا معاهم جو أخو جاك. ترى زوي قدروا يعالجونها، لكن ما في شيء مؤكد انها صارت طبيعية للعلم، ها يمكن صارت نفس ايثان، ما حد يدري عن زوي حتى هاللحظة هذه. بالنهاية كانت حصيلة المهمة انهم قضوا على كل الاسلحة البيولوجية هناك المفروض، وانقذوا اعداد كثيرة من الاشخاص الابرياء. والحين ركزوا معي، في ألعن من شركة قدام العالم كله هي افضل شركة في العالم اللي تحارب الاسلحة البيولوجية، وبالسر قاعدة تكون ترسانة من الأسلحة البيولوجية، والجنود اللي مثل ما قلت لكم يبونهم كلهم يكونون نفس هانك. والمصيبة ما حد كشفهم حتى الآن، ولا بعد حرفيا عندهم كل الفيروسات والفطريات اللي مرت على كل أجزاء ريزيدنت إيفل. خذ هذه بعد عندهم قاعدة بيانات أمبريلا، يعني كل شيء عن سبنسر وماركوس وآشفورد وأبحاثهم، وهم بعد فوقهم ويليام بيركن، بيانات ويسكر وأليكسيا للحين ما حد يدري إنها خبيثة. تخيلوا نقدر نقول إنها أقوى شركة أو منظمة، علما إن في اثنين ما زالوا ينافسونها وهي الشركة المنافسة وأيضا The Connection. ولا تنسون شركة ترايسل اللي منخشة ومختفية ويمكن قاعد تجهز بلاوي سودة في المستقبل. إيش رأيكم يا شباب؟ بالنهاية هذا هو شرح التفصيل الكامل لشركة بلو أمبريلا. نلقاكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم.